إذن السبع مهارات اللي أكدنا عليها اللي هي تنمي التفكير الناقد لدى المتعلم راح نبدي بيها أولاً. جمع سلسلة من الدراسات والأبحاث والمعلومات والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة. أول شيء سوينا جمعنا سلسلة من الدراسات والأبحاث والمعلومات والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة. ماشي. اثنين استعراض الآراء المختلفة المتصلة بالموضوع. راح نشوف وجهات النظر. احنا راح نجمع اكثر من اراء حتى نقدر يعني نستفاد من هذه الاراء او التجارب السابقه. ثلاثه مناقشه الاراء المختلفه لتحديد الصحيح منها او غير الصحيح. ماشي. يعني احنا الاراء اللي وضعت او الاراء اللي احنا استعرضناها لازم احنا نناقشها حتى نميز بين او نحدد الصحيح منها من غير الصحيح. ماشي. النقطة الأخرى تمييز نواحي القوة تمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في الآراء المتعارضة. أيضا احنا من ناقشناها راح نضع في نظر الاعتبار نواحي القوة ونواحي الضعف في الآراء المتعارضة. أيضا احنا راح نشوف اكو الضد واكو المع. فبين هذه الآراء راح نشوف شنو نقاط الضعف وشنو نقاط القوة. كذلك تقييم الآراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز الذاتي. طبعا احنا بكل انواع التفكير نحتاج الى الموضوعية. كلما الانسان كان موضوعي كلما كان بعيدا عن خلينا نقول الذاتية او التحيز لنتيجة معينة. وهذه لازم يتسم بها الباحث باي مهارة مستخدمها من مهارات او استراتيجيات التعليم بكل انواعها. يعني هذه نقطة تعتبر اساسية اللي الا وهي خلينا نقول احنا عدم التحيز والموضوعية في اتخاذ القرار. وأيضا يعني يعتبر محايد، يعني الباحث يكون هنا شخص محايد في اتخاذ أو الوصول إلى حل المشكلة والنتائج المرضية والحقيقية. ماشي. النقطة الأخرى البرهنة وتقديم الحجة على صحة الرأي. احنا عندنا البراهين تقديم الحجة على صحة الرأي أو الحكم الذي تتم الموافقة عليه. يعني أنا من أعطي حكم معين لازم تكون عندي براهين وحجج في صحة الرأي حتى يكون إقناع الآخر أو الطرف الآخر. النقطة الأخيرة ألا وهي الرجوع إلى مزيد من المعلومات إذا ما استدعى البرهان ذلك. يعني إذا احنا البراهين مالتنا ما كفت لا بأس أنه احنا نرجع إلى مزيد من المعلومات حتى شنو نثبت صحة رأينا وأيضا نسترعي هذه البراهين لإثبات هذا الرأي. زين. أيضا هنالك مجموعة من الأدوات التي يوظفها المعلمون المبدعون لتنمية القدرة على التفكير الناقد لدى تلاميذهم.